في اللينك ده اكمل في اخبار قد المقام، لانه ذكرى وفاة مصطفى حسين ريشة. ريشة مصطفى حسين ريشة الحقيقة سحرت البسطاء. وطبعا مصطفى حسين للي ما يعرفوش هو احد اهم رسامي الكاريكاتير في العالم العربي، الفنان مصطفى حسين. وطبعا شخصياته بقى عباس العرسة وكمبورة وكان عزيز بيه القليت وفلاح كفر الهناودة. قال له معايا الرسام الكاريكاتير الأستاذ أحمد قعود. مساء الفل. مساء الفل عليك يا أستاذة بسنت، ومساء الفل على كل السادة المستمعين. سعيد اللي انا معاك النهارده. اولا انا عايزه اشكرك على البورتريه اللي انت حطيته على الصفحه الشخصيه بتاعتك للاستاذ مصطفى حسين، وانا بحب الامتنان وبحب اقول شكرا كل واحد على طريقته الحقيقه. طبعا طبعا هو يستاهل، على قد ما اسعدنا وعلى قد ما اعماله يعني على مدى سنين طويله اسعدت الملايين في مصر وفي الدنيا كلها. انا اظن ان الكاريكاتير كان يعني بيوصل لكل يعني لكل مكان، يعني مش بس على قد مصر لكن في كل الدنيا. يعني كل الحب الدنيا هو فاكر يا قعود، يعني كنا على طول نستنى الحب، وهو ده يعني التوليفه ما بين مصطفى حسين واحمد رجب في هذه السكتشات. طبعا كانت عبقريه وربنا عليها الحقيقه. طبعا طبعا ومصطفى حسين كان يمتلك ريشه، يعني اعتقد هو اعظم من رسم كاريكاتير في تاريخنا. يعني انا دي يعني ده رايي الشخصي، لكن بشوف ان مصطفى حسين كان عبقريته ان انت ممكن يعني تشوفي الشخصيه اللي هو رسمها، ممكن تلاقيكي قابلتيها على القهوه تحت، قابلتيها في الشارع، شفتيها في المواصلات في الاتوبيس. هو كان يعني متسق مع الناس وقريب من الناس، رغم ان مصطفى حسين او استاذ مصطفى حسين كان يعني السنين الاخيره مرضه ممكن انشغاله وبعده بشكل كبير عن الشارع، لكن فضل شايف الناس. أنا عايزة أقول لك يا أحمد إنه حتى في سنوات مرضه الأخيرة أنا قابلته، لأنه هو كان يسكن جنب شغلي القديم، فأبدا لم يفقد يعني خفة الظل والابتسام والضحك رغم إنه كان المرض مشتد عليه جدا. كنت على طول أركن مكان عربيته، هو كان بيته في ميدان لبنان، فخلاص علمني، يعني قال لي أنت تاني كل يوم يضحك لي، مش مثلا يتضايق أو يزعل أو حاجة. هو كان جميل، هو كان انسان. احكي لي انت تعاملت معاه شخصيا. وانا طبعا يعني انا وشرفني اني يعني انا اتقابلته في اكثر من موقف. يمكن بدايه اول ما تعرفت على الاستاذ مصطفى حسين او اول مره كلمته كان بعد ازمته الصحيه في بدايتها، كان تقريبا كانت 2009 لما تعب، ولما يعني الاستاذ احمد رجب الله يرحمه برضه كتب نص كلمه اللي قال فيها صلوا معي من اجل مصطفى حسين. صحيح. وكانت كمان اشاره لعودتهم، لان كان في يعني في فتره توقفوا حقيقي صحيح. توقفوا عن ال لكن كلمته بعد ما رجع مصر، وجبت تليفون استاذ مصطفى وكلمته، قلت له استاذ مصطفى انا اسمي احمد قعود، انا يعني من تلامذه حضرتك الصغيرين جدا، والحمد لله على سلامتك وانا بحبك جدا، وقعدت يعني اعبر له عن حبي، وكنت اول مره اكلمه واسمع صوته. وبعد فتره قريبه جدا وريت له سكتشاتك وشغلك يا احمد. دي في البدايه، يعني دي اول مره اكلمه، كنت لسه شفت استاذ مصطفى يعني. فتاني مره اكلمه لقيته هو بيرد عليا بيقول لي اهلا يا استاذ احمد، يعني عارفه ان هو كان متواضع يعني وبسيط جدا الحقيقه، كان جميل جدا. وبعدين كنت محظوظ جدا اني اخر معارض يمكن حضرها في حياته كان معرضي في 2012، وكان معرض عباره عن جداريه كبيره بتضم حوالي 140 او اكثر من 140 بورتريه ديت على الطوال، وبعض البورتريهات بالالوان المايه منفصله يعني بجانب. خليني اسمح لي يا استاذ احمد، طبعا الفنان الكبير رسام الكاريكاتير احمد قعود، اولا انا بشكرك على تلبيه دعوتنا في قد المقام. ثانيا عايزه اعرض عليك يعني الكلام، او اعرض بقى على الناس، عشان احنا اتكلمنا في القصه دي ان احنا عايزين نعمل مش عارفه اقول عليها مبادره شخصيه ولا مبادره عامه، بان انت في كل شهر نختار مثلا 2 او 3 من اصحاب المقام العالي اللي أصبح
يكسروا الشخصية المصرية والقوة الناعمة في مصر وتعمل لهم بورتريه ويبقى حاجة كده زي شكرا أو امتنان، وكمان يبقى المعلومات من عندي، يعني أنا ممكن أكتب المعلومات لحضرتك ونعمل كده طبعا على طبعا. سبيل التوعية والتثقيف والتاريخ وكل الحاجات. دي فكرة عظيمة جدا، وأنا يعني متحمس لده جدا، وهم يستحقوا يعني. أستاذ مصطفى حسين الله يرحمه فتحي يستحق أورا، دايما. يعني حلقتنا النهاردة كمان بنتكلم فيها عن طبعا فتحي أورا، عن طبعا جميل طبعا راتب، طبعا عن يوسف شاهين، عن نور الشريف، يعني مجموعة كبيرة من عمالقة الفن اللي الحقيقة أثرت زي ما بقول يعني نسجت فينا في شخصيتنا المصرية. شوف فتحي أورا لما يكتب لك أمان عليك يا ليل طول وهات يا العمر سلام. من الأول، بحب جديد طبعا. وقلبي سعيد، بص المفروض الجاية يا قعود، يا ريتني عشقت عم نول. يا سلام على الجمال، يا سلام على الجمال. شفت دي الجمال؟ حاجة وحاجة يعني بتعبر عن هويتنا وعن صحيح. مفرداتنا. أنا دايما بقول يا أستاذ بسنت إن إحنا لا نمتلك إلا دي، ثروتنا الحقيقية. إحنا لا نمتلك إلا الفن ده، دي حقيقة، الفنانين صح. المبدعين دول ثروة مصر، ودول قوتها الحقيقية. يعني احنا تأثيرنا في الشرق وفي العالم كله هو بالفن، هو مظبوط بالغنى. مظبوط أم كلثوم يعني السيدة العظيمة دي طبعا. اللي سيرتها النهاردة واصلة لأبعد مدى، وأعتقد إن لحد آخر قلب بينبض على وجه الأرض هتفضل أم كلثوم عايشة وأغانيها عايشة. طب استاذ لأن احمد قعود، قول لي ابرز الشخصيات اللي ابتكرها الاستاذ رجب ورسامها حسين مصطفى حسين برشته، يعني كان من بينهم شخصيات مثلا افكرك زي كنبوره، عباس العرسه، كمبورة في صحيح، كان الكحيت عبد وعزيز المشتاق، بيه الأليت، فلاح كفر الهندوة. انت عارف ان اتقدمت عارف، الشخصيات دي ومانجا في وكمبورة ومطرب الأخبار مطرب الاخبار، ويعني اتقدمت في مسلسل ناس وناس، فاكر؟ طبعا في طبعا طبعا. الثمانينات. وكان كان جميل، كان فيه فنانين كتير طبعا عايز يعني بص أذكر منهم. عايز اقول لك واقول للناس وافكرهم، كان الاستاذ وحيد سيف هو اللي عمل كمبوره، احمد راتب هو عمل الكحيت، كان محمد هنيدي في دور الفلاح هنداوي، وكان حسن حسني في دور عبد مشتاق، ولعب حسن كامي دور عزيز بيك الاليد طبعا. يعني طبعا طبعا طبعا. صحيح. يعني ايه هو اكتر يعني شخصيه، ايه اكتر الادوار شخصيه كمان يعني الكاركتر يعني ماشي جدا مع الشخصيات، فكانت حاجه عظيمه جدا يعني. الشكل بتاع صحيح، يعني قربوا جدا. قولي ايه اكتر الشخصيات انت اللي انت عارفه كنت ان استاذ بتحبها؟ مصطفى كان في مره كان بيفكر، يعني سامحيني لو بقطع كلامك، لكن اتفضل. كان في مره بيفكر ان هو كان بيستثمر في مطعم، فقال ان هو عايز يعمل المطعم دورين، دور بي 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 في حاجه يعني بيعبر عن فكره عزيز بيه الاليط، وان هو بيقدم بقى المأكولات الفخيمه والكافيار ومش عارف الحاجات دي، وفي بقى بورتريه كده كبير للشخصيه، وفي الحاجات اللي هي لأحمد راتب بقى اثرت. دور الكحيد بقى الدور الأول. والدور الثاني اللي هو الكحيت بقى، اللي هو بقى يتقدم بقى فيه فول وطعميه هو والحاجات الكحيد اللي ولا الكحيت؟ أنا على طول أقول الكحيت. الكحيت، هو الكحيت. الكحيت. كحيتي، يعني جاية من كحيتي، أشوف أنت اللي هو صلح لي كده. أيوه الكحيت. إيه أكتر فشوف شخصية كانت قد ايه حبيتها يا اثرت قعود؟ إيه أكتر شخصية حبيتها في الشخصيات دي وارتبطت الحياه فيها كلها. وأثرت فيك كفنان كاريكاتير؟ يعني الحياه كل شخصياته، انا بشوف ان كل ما رسم مصطفى حسين هو حتى رسوماته في بدايات الشغل في الكاريكاتير كانت عظيمة جدا جدا. يعني وهو مدرسة يعني متفردة، يعني خطوط مصطفى حسين هي بتاعت مصطفى حسين، ما فيهاش أي ريحة من حاجة تانية، هي مصرية جدا، وهي خطوط عبقرية جدا. أنا بحب كل الشخصيات اللي قدمها الحقيقة. نورتني نورتني يا رسام الكاريكاتير والفنان أنا سعيد الفنان جدا أحمد جدا أنا قعود، كنت معاك النهارده والله، والله أسعدتني جدا يعني جدا متشكر وبتسعدني. جدا على المداخلة لا الجميلة أنا اللي النهارده. بشكرك، يعني وبشكرك على بورتريهاتك وعلى رسوماتك، أنت فنان من طراز خاص، أنت عارف رأيي فيك، يعني شهادتي مجروحة ربنا لأني يحفظك. من متابعيك، وأشكرك جدا على تلبية الدعوة، وأرجوك تفكر في موضوع إن إحنا نحيي من خلال قد لازم المقام، من خلال مبادرة أنا وأنت، إن إحنا بمعلومات أنا همدك بيها وأنت تمدنا برسوماتك العبقرية لشخصيات أثرت الشخصية المصرية وعملتها وصناعتها. طبعا طبعا لازم لازم، وانا موافق جدا ومتحمس جدا، نورتني. ونبتدي على طول باذن الله. تسلم تسلم ربنا يا أحمد. يحفظك باي 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 باي. مع تسلمي، السلامة مع مع السلامة مع السلامه. السلامة.